شهر حاسم سيكون أيلول القادم على صعيد الملف الرئاسي، فإما تتقدم الوساطة الفرنسية خطوة إلى الأمام وينتخب رئيس، أو أن السقوط الكبير سيكون مصيرها، لينتقل لبنان من مرحلة الفراغ إلى مرحلة سوداوية في زمن الانحلال السياسي والاقتصادي والأمني. وفي هذا السياق أفاد عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجي عطية لسبوتشوت بأن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان الشهر المقبل، حيث سيعقد اجتماعات مع القوى السياسية بحضور مفادين عن اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، والتي تتضمن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر ومصر. فهمتوا أنه حيكون في رعاية دولية سلوكه لليوم مع الباقيين، يعني حيكون في المشاركين باللجنة الخماسية معلوماتي بتيجي ومعهم تقد بنص منه حوالي 10 إلو، هيك عم بيقولوا بنص إلو ليصير في ضغط أكثر على كل الناس تشارك وكذا، يعني عم بيقولوا بعد إلو نحن دبروا حالكم، نحن عنا إلو بعد إلو رح نستفيد طبعا نتحمل أكثر وشارك بالضغط على تدوير الزوايا و يعني انتقاء شخص اثنين، وثم انه يكون هو الالي الثاني انه ينزلوا على المجلس يعملوا جلسات متتاليه والله بيطلع الله يوفق. وحول رسالة لودريان التي تضمنت سؤالين حول المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية المقبلة وحول الصفات المطلوبة، ما هي النقاط التي سيركز عليها رد الاعتدال؟ حنجاوب عليها باليومين ونحن مع الحوار حنشارك كل شيء، ما عندنا مشكلة ولا يعني مليون بكره بدنا نجاوب عليها. تقديرنا نحن المهام هي الاساس، يعني المواصفات كل الشخصيات الموجوده بتشبه بعضها، يعني المواصفات مثل ما بتعرف يعني تطبيق اتفاق الطائف والانفتاح على الدول العربيه وكذا. ثاني شيء موضوع بدنا اياه انه موضوع الاصلاح المالي والاداري والقصص الموجوده، وعندنا موضوع الاساسي موضوع اللاجئين السوريين وهيك العلاقه مع سوريا وتوسيم الحدود منع التهريب والرصاص، وكمان موضوع البحث بالاستراتيجية الدفاعية. بحسب عطية سيكون الشهر المقبل حاسما على صعيد الملف الرئاسي ولناحية مصير الوساطة الفرنسية، فهل ستتجاوب القوى السياسية؟ البعدات وقت بيقعدوا كذا ما لازم ما بقى في حل تاني، يعني ما عندنا بديل تاني، يعني اليوم في مسؤولية وطنية بهالموضوع، إذا ما كل واحد يعني اليوم وقت بتقول أنا ما بقعد معك شو الحل التاني؟ بيقول أنا بتوقع لازم يكون في ضغط على انتخاب رئيس، وبعتقد يعني هيكون المجلس هو الجامع. وحذرت أوساط نيابية مطلعة من الدخول في المجهول وبعدها في مرحلة الفوضى بحال رفعت فرنسا والدول الخمسة أيديها عن لبنان، ما سيؤدي إلى انحلال أكبر للدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.